أنباء عن اغتيال قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء. تداولت وسائل الإعلام المحلية ونشطاء أنباء عن تعرض عدد من قيادات ميليشيات الحوثي البارزة لعملية اغتيال في العاصمة اليمنية صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين. وبحسب المصادر فقد اغتال مسلحين مجهولين في أحد الشوارع بالعاصمة اليمنية صنعاء 4 من قيادات ميليشيات الحوثي البارزة. وذكرت المصادر أن كل من سمير خالد القشيري أبو خارق وأسامة حسن المداني وحمود خالد محمد الشرفي والحسن حسين سند لقوا مصرعهم في عملية الاغتيال وهم من قيادات ميليشيات الحوثي البارزة.